اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره كابتن محمد عبد الجليل نجمنا ومحلل اي تي سي بوكس تو بوكس. حبيبي يا كابتن، منورنا نجوميه. منور يا كابتن والله، منور. لا لا، انترو جامد النهارده. لا والله. من بدري هنا؟ من بدري تابعت يعني. بجد؟ والله. لا لا لا، والتويته جامده قوي بتاعت المغرب. بتاعت المغرب. خد بالك، انا رايح للخضر دلوقتي هسلم عليه وارجع لك. ومش هتقول له على المليار و250؟ ما الحلقه اللي فات قال لي خير انت عديت، مفيش حاجه جديده، الاهلي مفيش مليار جديد النهارده. زميلنا احمد الخضري ناقدنا طبعا الكبير في اي تي سي وبوكس بوكس، منورنا يا ابو حميد. اهلا يا كابتن، منور يا استاذ شيبان. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. النهارده بمناسبه كلام الكابتن عبد الجليل بقى، انا يعني اتعلمنا من صغرنا وان احنا مهما تكبر حتى بتروح تجيب الخبر من منبعه يعني. تمام. ففوجئت ان اللجنه المسؤوله عن يعني العمل الانشائي في النادي، الساده العمري فاروق، خالد مرتجي، الغزاوي، اسمه الجرحي، لمياء نبيل اللي هي في تنميه الموارد، يعني في لجنه تنميه الموارد، اجتمعت ومعاهم ماكيت جاهز لفرع النادي اللي في العالمين اللي خصص من اسبوعين. ايه السرعه دي؟ فراري. قول لي رايك ايه؟ لا. اللي خصص من اسبوعين، انا مش ببالغ، انا من اسبوعين قلت الخبر، لما قلت الخبر كلمت الاهلي قال لك لسه ما جالناش رسمي. فلما جه رسمي قلت من اسبوعين لو تتذكر. النهارده بيشتغلوا والماكيت جاهز واللجنه بتعتمد رسومات وانشاءات، وقال لك المرحله الاولى تنتهي وتفتتح والناس تخش الاعضاء العاملين بعد سنتين. تمام، كويس. الاول طبعا قبل ما نتكلم لازم طبعا، يعني احنا كناش موجودين امبارح، لازم قبل اي كلام لازم نشيد باللي حصل امبارح بكاس العالم. لازم مش هقدر اتكلم قبل اي حاجه، مش هنشيل، مش هقدر والله. طيب انا دي كلمه بس، كلمه يعني، ما نروح. لا، عايز اقول ان دي رساله لكل، مش مجرد كاس عالم، ان هي اكبر من كاس عالم زي ما انت قلت برضو في الانترو. لا، دي قطر فرضت هويه عربيه، فرضت ثقافه، فرضت حضاره، كاس العالم الاجمل الاروع، نهائي احنا عمرنا ما شفنا نهائي زي ده، كل حاجه في تدرس. وللاسف احنا النهارده الدوري استأنف، واضح ما استفدناش اي حاجه، ولا في التصوير ولا في الملاعب ولا في الحكام ولا في اي حاجه. انا بس لازم اربط بس قبل ما انت مش هتضحك فانوس، هتضحك فانوس تاني. لازم، لا ما مش القصه مش فلوس وبس. لا، مش فانوس يعني. انت امبارح اما يبقى عامل اتوبيس لاحتفالات، لو الارجنتين كسبت هيحتفلوا هناك قبل ما يروح بلدهم، لو فرنسا كسبت اتوبيس او باص هيحتفلوا قبل ما يروح بلدهم، ده فكر قبل ما يكون فلوس. فانت برضو انت مش كل حاجه نقول احنا ما عندناش امكانيات. لا، ما قلتش كده، بقول لك انت ما تلحقش في الدوري المصري تطور اي حاجه، لسه البطوله خلصانه امبارح. فاذا حتى طلبنا، يعني كان معايا امبارح مداخله مش فاكر كابتن ابزار السقا، قال كلام برضو كويس، قال لك لازم في ورش عمل خاصه باللي حصل في كاس العالم. طب احنا عملنا ايه؟ لسه البطوله خلصانه. في ورش، ما هو انت مستني على كاس العالم اللي جاي؟ لا، يعني عبزار بيقول لك ان هيبقى في ورش عمل على كل المستويات بقى، التنظيم، على الاداء الفني، الناس الفنيين في الاتحاد يجتمعوا مع المدربين عشان تحليل الفني لكاس العالم. قال كلام محترم جدا. هل هيتعمل ما يتعملش؟ ما اعرفش. يعني مش هيتعمل، ما اعرفش، انما انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، الايجابيات اللي عايده علينا احنا بقى من كاس العالم. طبعا يعني طبعا. قطر عاد عليها ايجابيات كدوله مستضيفه، لكن احنا كمنطقه عربيه. طبعا تخيل انت غيرت الصوره اللي ما اتغيرتش حتى بالسلاح. صحيح. يعني عارف انت بقى داعش، هو نعمه، هو نعمه. عارف انت داعش وما داعش والارهاب والاسلام كل الصوره الحقيره اتغيرت. الاعلام الاوروبي والغربي كان بيصدرها لاهاليهم والناسهم ومواطنيهم، صحيح، اتغيرت في كاس العالم. انت عارف ان كاس العالم اتعمل شهر، ما فيش غلطه، ما فيش مشكله واحده. كان معايا وليد، مفيش مشكلة، مفيش حتى صحفي ما عرفش يدخل، مفيش مشكلة، مفيش واحد جمهور، حتى جمهور الانجليزي معروف عنها الشغل، مفيش جمهور عمل قصة. لما البي بي سي اللي كانت معترضة على في الأول، اللي هي بتنتمي للانجليزي والمخابرات الانجليزية، يعني أي مصيبة تلاقي وراء الانجليزي. في الدنيا، في السياسة حتى، من بص الانجليز دول شياطين الأرض. يعني الحروب العالمية سبب الانجليز. تلاقي مثلا بص جماعة الإخوان اللي عملها الانجليز الإرهابية دي، الاحتلال المصري كان انجليزي، السيطرة على قناة السويس انجليزي، كل مصايب السوداء والحروب اصلا انجليزي. فانا مشكلة فعلا، مفيش مشكلة، مشكلة واحدة
عارف البي بي سي قال ايه؟ قال لك انه اول مره نشوف كاس عالم السيدات المشجعات امنت بسبب قرار الكحول. منع شرب الكحول وان الناس تمشي للطاوله. لو انت فرضت الهويه بتاعتك تحرش. لا تخيل يعني شوف حتى اعترفوا اكتر بطوله امنه للمشجعات. انت فرضت اسلوبك، فرضت الهويه بتاعتك، فرضت قيمك، فرضت تقاليدك اللي هي قبلت بالتقدير بقى العالمي طبعا. فانت طبعاً. احنا كمنطقه كلنا استفدنا طبعا، يعني كهويه عربيه ومنطقه عربيه طبعاً. الحقيقه كلنا استفدنا من تنظيم قطر. هي استفادت قطر كدوله، اعلنت عن نفسها بكل قوه، لكن احنا كبلدان عربيه وهويه شخص عربي اختلفت جدا. اكيد اكيد كان لازم غيرت الفكر. كان لازم يتقال ده. طبعا وكشفت يا خضري كمان افكار الغرب. شفت هاجموا ازاي القطريين؟ شفت الغل؟ لغايه امبارح بالك مايكل بالك والناس الالمان يقول لك هو ليه ميسي لبس العبايه الخليجيه؟ ده لغايه دلوقتي ده لسه الهجوم شغال لغايه دلوقتي على العبايه. شوف الغل. يعني اللي يصدروا لك في الميديا السلام والتواضع والحب والاخاء وحقوق الانسان، هم اكتر ناس ضد كل الكلام ده. لا هم كمان غيرانين لقطه العبايه. طب بصراحه مسك الختام كانت ضربه معلم. عارف ليه؟ صوره تاريخيه. بس ده هتفضل من دي مدى التاريخ سنة. يا كابتن عبد الجليل مدى التاريخ خلاص. بس دي متحضر لها برضه طبعا يا بس كابتن. بس كانت سريه طبعا. لا لا صدفه ازاي؟ خد بالك ده اغلى عبايه في التاريخ، ده اكيد دي مطرزه ذهب وبتاع يعني ان شاء الله مش مساله ذهب. لا لا العبايه دي بتتكلم على التعبير طبعا. العبايه دي عن العرب طبعا. تعبير طبعا. انت عارف الغرب بيفكرنا ايه لغايه سنين فاتت؟ جمال وبرافو عليك وحصينا شافوا اللي ما شافوهوش. لا البطوله اصل كمان اللي بقول لحضرتك كده ليه الاستاذ احمد، خد بالك برضو البطوله دي قطر ساعه قطر اقل من استيعاب الناس دي كلها. فاللي قاعد في الامارات فشاف الامارات، اللي قاعد في السعوديه فشاف السعوديه. صحيح ده في ناس قعدت عندنا في الغرب وشهر ما عرفت. في طيارات راجعه النهارده، مش جايين الارجنتين راجعين على مصر النهارده. انت عارف باتيستوتا قال يا كابتن، قال لك انا هو كان من في قطر من 13 14 سنه وهو رايح يحلل، فقال انا رايح وازاي بلد صغيره زي دي هتنظم كاس عالم لانه شافها من 13 سنه. فلما راح قعد هناك الفتره دي قال لا مش دي البلد اللي انا رحتها من 13 سنه. غيروا بلد طبعا كاملة. طبعا طبعا, طبعاً. بس انا بقى انا هتكلم عن النقطه بتاعت انت بتقول لي مش كل حاجه فلوس، في فكر. ما الفلوس تصنع الفكر. بمعنى ايه؟ انت بتجيب شركات متخصصه في كل حاجه، الناس دي اصلها ايه؟ أيوة ما بتفتيش زينا كده معاك يعني. بس المهم ان انت تعمل كده طبعا طبعا. ما انت مش شرط، ما انت ممكن معاك فلوس ما تعرفش تفكر طبعا. فانا معاك 100% اصلا. بس هو كان عنده الضخ المال بلا حساب. انت برضو وانت بتعمل اي مشروع مهما كان انت بتبقى عامل حسابك برضو هيخش كام، حتى لو هتخسر تمام بنسبه كام، لان ده اقتصاد دول. لكن هو كان معتبر كاس العالم مش بطوله يكسب ويخسر منها، ده كاس العالم عباره عن اعلان طبعًا عن دوله اهم من المكسب. فهو قال لك اصرف 220 مليار دولار مش مشكله، اديني بنشئ وببني بنيه اساسيه واديني بعمل اعلان عن دوله العالم ربما ما يعرفهاش. لا وبعدين بقى انت ما تختار، بتختار كابتن عبد الجليل احسن واحد في الحته دي هو اللي ياخد. مش انا احسن في الحته دي هو اللي ياخد. لكن انت ما تجيبش بقى ابن خالك وابن خالتك ومش عارف ايه. لا مفيش يا باشا. بص ايوه شركات بتنظم، شركات تؤمن، شركات بتصور تلفزيون، شركات مسؤوله عن تنظيم الناس في الشوارع، شركات مسؤوله عن تنظيم الناس في الميادين، مش حاجه للصدفه. شركات مسؤوله عن الشاشات اللي في الميادين، كل شركات مسؤوله على الاي دي وفكره هيا وفكره كل الكلام والاستادات والدخول 30 ألف متطوع كل انحاء العالم. ده المتطوعين يا كابتن. متطوعين 30. انا بتكلم على الشركات اللي عامله كل، يعني الفكره اللي حضرتك بتقولها دي بتاعه العبايه دي فكره. ده عايزه، عارف انت دايما في الشركات الكبيره. عارف مره اتعرض عليا زمان اروح اشتغل في جورنال في الامارات، اشتغل ايه؟ قول اتفكر. والله اقسم بالله طلع عندهم انا فوجئت. قلت لهم يا جماعه انا بروطه مش بتاع كل يوم. انا راجل احب ايه؟ اخطط وافكر واطلع في اطلع لك زبد. قال لك هنجيبك في دي. طلع ان في ادارات هناك في الميديا عندهم بس تطلع افكار. الفكره بفلوس، الفكره حتى لو مش هتكتب. يعني انا اقول ايه؟ والله ما اي حد يكتب هذا. اي حد يكتب ينفذها فلان. ده انا بكلمك في الميديا، فما بالك بقى في كل المجالات. فالناس حتى دي فكره. طب ما عملت فكره بسيطه ازاي؟ ما عملت جولان وجعت دماغنا. اما ايه؟ اما عملت جولان وجعت دماغنا بالافكار دي بتاعت شو ايام. طب احنا هنستفاد بس كان جامد. هنستفاد من الموضوع ده طبعا. هنستفاد من الموضوع ده. بص انا 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 بص انا يعني انا بس احنا عندنا عقول تازن اي حد في العالم صح.
المصريين طبعا. واحنا زرنا العالم كله كلنا طبعا، وبنشوف انت نفسك بتروح امريكا المصري اذكى من الامريكان، اكيد اذكى من اي حد، مظبوط كده. لكن وقطر نفسها اللي عمل البين سبورت والجزيره المصريين، كل المصريين كلنا المصريين هناك في كل حته الحمد لله. لكن يا كابتن احنا عندنا مشكله الفتي زي ما بقول الاستاذ احمد الخضري، ومؤخرا الاراده في اصدار القرار والقوه في اصدار القرار، والشله والشله يا كابتن شيرين دي الكارثه دي، الشله دي كل واحد بيجيب اصحابه، دي الكارثه. طب يا ريت يجيب اصحابه فاهمين، انا ما عنديش مشكله. لا ما هو هات واحد صاحبك بس فاهم، لا لا تجيب، لا لا تجيب الاقدر. انما انا ما اجيبش ده وده وشركه ده عشان بتاعت فلان الفلاني، فبتبوظ الدنيا. الـ لازم فعلا لازم الخبرات والناس اللي بتشتغل، والناس في ناس عندنا جامده قوي دلوقتي وبعيد. انا قبل الهوا كنت ماسك في مين في الاستوديو فالذكر عشان الشغل جنني. انا خفت، لا انا كنت جاي داخل متضامن معاه، خد بالك من اشطر الناس، لما دخلت الدخل لا الذكر شاطر طبعا، بس هو بيجنني بحاجه بقى ساعات الاربيس يبقى فيه مشكله او بتقال. المهم يعني انت قلت لي كلمه حلوه، الشغل شغل، الشغل شغل. ماسك فيه يوم يبعت لي ايه خبر دلوقتي خلاص يا ذكر احنا اصحاب بقى خلاص. جاب لك خبر جديد، تصريح على لسان انفانتينو بيقول ولماذا لا نعود للشرق الاوسط مرة أخرى في كأس العالم 2030، لما سئل عن إمكانية تنظيم مصر والسعودية واليونان لكأس العالم 2030. يا سلام يا سلام، تخيل خبر جميل طبعا. رئيس اتحاد الدولة عن استضافة السعودية ومصر واليونان لمونديال 2030، ولما لا يعود تنظيم كأس العالم إلى الشرق الأوسط من جديد، أنا متأكد أن الكل والجميع سيكون سعيد إذا عاد مرة أخرى الشرق الأوسط. هو الراجل حقاني يا كابتن، الراجل انفانتينو ده حقاني على الجمهور كمان بس بعد التجربه، بس هو تهاجم كل هيبقى سعيد. شوف الجمله دي برضو، بس القصه مش هتبقى بسهوله برضو يعني، عشان لا انا اقصد اقصد المبدا نفسه انه يطلع كده طبعا، الناس كلها خارجه ماشيه مروحه من قطر بقى في اذهانها. وانا بقول دايما ايه، كلنا استفدنا ليه غير الهويه العربيه والتغيير والدين الاسلامي وكل الكلام ده؟ انت في دول استفادت حتى من التنظيم، الناس راحت قعدت في البحرين. ابني لسه جاي من هناك امبارح. ايه؟ ابني لسه جاي النهارده، كان بيغطي ال فبيقول لي الناس مش عايز تروح. الناس قال لي الجماهير البرازيليه موجوده، ده خرجوا من بدري موجودين. لحتى الدول اللي استضافت ناس يا كابتن، ما السعوديه على حدود قطر والبحرين والامارات وكل الدول المحيطه ومصر. قال لي حاجه حلوه قوي، قال لي انا اتعاملت مع برازيليين وارجنتينيين وانجليز وفرنسويين في الشغل بتاعهم. قال لي الارجنتين شبهنا طبعا، قال لي الانتيم بتوعي دلوقتي هناك الارجنتين والبرازيل شبهنا، هم شكلنا بيعشقوا حاجه اسمها الكوره. عارف مين شبهنا كمان؟ البرتغاليين والاسبان شويه، والاسبان شويه. ما هو احنا اندلس، البرتغاليين شكلنا فعلا غير حتى الشبه، في الشكل نفسه تلاقيه. يعني في الشكل نفسه شبهنا حتى في الطباع. ايوه في الطباع، احنا عندهم تقاليد شبهنا. عارف عندهم تقاليد زينا كده. بيسال واحد هناك ارجنتيني يعني، بيقول له احنا عندنا اهلي وزمالك يعني، فقال له ده الديربي يعني، فقال له انتوا عندكم البوكا والريفر، ريفر بلاي. فبص له كده عايز، قال له اهلي وزمالك، قال له البوكا والريفر ده معارك حربيه هناك في الارجنتين مش كوره يعني. قال لي ما فيش ماتش لما لازم الدنيا دي تبقى متقفله هناك يعني. عشان كده خد بالك جم فتره نقلوه لما حصل مشكله، نقلوه اسبانيا تقريبا. ايوه فاتمنى الخبر ده يكون يعني فتحت خير على الاقل ونتاج تحرك ان شاء الله. بس انت خد بالك السعوديه ومصر واليونان، انت خدت كاس عالم لو فعل الملف كده بالظبط، انت خدت اسيا في تصويتها السعوديه، وخدت افريقيا في تصويتها مصر، وخدت اليونان جزء من اوروبا خلاص. ربنا يعني. بس دلوقتي انت لو العرب او الشرق دخل باي ملف هيتبص له كويس زي زمان. بعد المسج بتاعت قطر دي، هو الراجل نفسه بيقول لك ان الكل هيكون سعيد بالعوده للشرق الاوسط. الكل يكون سعيد قصده مين؟ الجمهور والمنتخبات وكل الناس يعني، بقول لك كل الناس هتبقى سعيده اذا قلت لها انت ترجع. قال لك مفيش غلط، مفيش غلط صحيح. يعني خد بالك بره برضه مفيش الترحيب العربي. لا برافو عليك صح، برضه القطريين انت عارف فخفخينه بره. لا يعني يعني عارف انت وجبات كتيره، لا اكل وشرب وعصير وقهاوي وناس بترحب وناس تقعد تبوق عليك برفانات وناس تقعد معرفش ايه. طول ما انت ماشي صحيح والله. ايوه صح، ايوه بقول لك حاجه واحده، في الحج السعوديين برضه كده
الناس تقعد تديك ميه وعصير وحاجه ساقعه، فاكر انت، وبرفانات وتقعد تبقى الكرم العربي. الكرم العربي طبعًا. ده والقهاوي بالعربي، وهم بره مش واخدين على كده. لا بره دول شغل كده، جرب تشرب في امريكا ازازه ميه كده تطلع 20 دولار. ده انا مره رحت كنت انت معايا باين، رحنا سوبر ماركت اشتري علبه سجاير. انا قلت بقى مش هشتري من هنا، هشتري من امريكا. انا رايح امريكا يعني اجيب سجاير من هنا، اجيبها من امريكا. فدخلنا كان معايا الخضر باين في اليوم، دخلت السوبر ماركت بكام؟ قال لي 20 دولار. بقى من الخرطوشه كلها. قلت يا رب يعني. والله تخيل بقيت اشرب كل يوم سيجار. والله كان معايا خالد ميري رئيس هيئة الاخبار صاحبي يعني. كنا تمام ندخل في الاوتيل، فكنا نقف قدام الاوتيل اقول له يا خالد بقول لك ايه، ما تقوليش السيجاره احنا هنخبس. كنا قاعدين في تايم سكوير انا والخضري والقوصي. كنت بقول له انا هوريك الامريكاني دلوقتي هعمل لك فيه ايه. فاكر مش فاكر انت الواقعه دي؟ لا فاكر. فكنت اشرب السيجاره يا كابتن واسيب فيها نفسين. لا بتهزر وترمي. اساله اهو قدامه ده. انا قلت له تجربه عملي. اول من الاتفاق طبعا الامريكان في كتير ناس غلابه يعني. فانا من ارتفاع سعرها فقمت راميها على الارض وفيها الناس. تيجي توطي تاخدها تولعها عادي خالص. بيسبريسو. اساله اهو مش حصل الكلام يعني مش هنا بس حته السبريسو. لا اقصد اقول لك ايه، ال- 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 الحياه غاليه غاليه عشان الناس اللي بتقعد تتكلم بس. بقول لك علبه سجاير ب 20 دولار قيس بقى، عشان ده رقم كبير يعني طبعا. فالناس اللي بتدخن ما عندوش قدره يشتري علبه سجاير، مش هيقدر يبطل. ما اعرفش في فرط هناك. لا لا. ايام لو قعدنا نتكلم فيها دي مش هنخلص. ارجع لنا بقى للعالمين يا استاذ خضر. نرجع للعالمين. هي مكت ده، المكت ده حاجه كويسه، لكن اصلنا احنا مش هنزيد على النادي الاهلي. اكيد طبعا النادي الاهلي عامل فرع زايد وعامل فرع مدينه نصر او الكلام ده، بس قصه ان انت تبني فرع جديد في الزور ده اعتقد العمليه مش ليه؟ مش سهله يعني. اعتقد الاولى تبني الاستاد الاول. انت عارف ليه انا بقول لك انه يعني لما تحط ده جنب الاستاد يعني الاستاد برضو طبعا حاجه جميله، حاجه جميله ان انت تبقى محدش يقدر يقول ان واخدين فرع واثنين وثلاثه وبتبص لده ده الخامس. ده حاجه جميله جدا، لكن انا اعتقد ان الاهلي الاولى انه يعمل استاد. انا الاوان ان هو يعمل استاد. الزمالك انا الاوان ان يعمل استاد. الزمالك انا الاوان ان يعمل فرع 6 اكتوبر. الاهلي خلال شهر هيعلن على الاستاد، دي معلومات عندي. بقول لا ما تقوليش شهر بقى، ما احنا بقى لنا سنه بس. اسمع بس كده، احنا بنقول شهر. طب ما انا مريان. ما هو انت انا اصلا مش صراع يعني، مش صراع على الزمن. ممكن يبقى شهرين، ممكن يبقى 3 اسابيع. ما خالص هو مش صراع. لا خالص. طب انا عايز اقول لحضرتك ايه بس، ده اللي انا بقوله. قصه دلوقتي وفي الظروف دي العمليه مش عامله. عارف انت فيلم عسل اسود ده هو مش هتعمل حفل. مش هتعمل حفل فيلم عسل اسود. بحب هو الكلام ده جدا قوي. انا بحب الفيلم ده. لما قالت له اتك على السين وانت واتكيت لي على السين، فلا اتكيت لك على السين معناها ايه يعني؟ من تحت درسها. فانا بتك على ايه؟ على فكرة أنا عايز الأهلي إذا في الحتة دي عنده نجاح منقطع النظر يبقى ليه بقى نموذج يعني الأسماء الكبيرة يا أستاذ أحمد، البراندات، والأهلي هيعمل إيه؟ هيحط حجر الأساس ويعلن ومكات ويفتح باب العضوية. الأهلي فتح التجمع ولا لسه؟ لسه. عارف اللعبة العضوية كام لغاية دلوقتي؟ كاش 1,125,000,000، 5,000 عضوية في 250,000 جنيه. انضموا للفرع ده ليه؟ ثقة في المجلس وفي الاهلي وفي استقرار النادي الاهلي. ده قصدي يعني هذا نموذج لازم كل الانديه الجماهيريه كابتن طبعا يبقى عندها استقرار اداري قوي. يا سيدي ما احنا لازم يبقى عندها. ايوه ده قصدي. ما قلناش حاجه. انا بقول لك انت بتقول لي رايك في العالمين، انا بقول لك الاولى الاستاد. انت ازاي انت دلوقتي الاهلي والزمالك بقى لهم 30 سنه بيلعبوا على استاد القاهره. استاد الاهلي في الشيخ زايد مع الشركه الالمانيه هيعلنوا عنه قريب الشهر الجاي، خلال شهر ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن انا اتمنى بجد والله ده قبل كاس العالم الانديه اللي هيروحها كهربا يروح يا عم ينور يا عم ينور. لا ينور. وفي حد هو غلط وتوقف بما فيه الكفايه وهيدفع فلوس بما فيه الكفايه. فلا مش انا مش قاطع رقبه يعني. ده كلام متزن. المهم ان هو ايه، المهم ان هو يعني يلحق عشان كابتن اللعيب اللي ما بيلعبش كتير ده خلاص بيتعصب. 6 شهور عقوبه ضخمه ومحدش. وانت لو كقوه دفع جمهور وان من ناحيه ان لا ده لاعبنا، لا ده الزمالك، ده الاهلي، بس الجمهور مش هيستحملها كتير. لا ما بيستحملش. واداره الاهلي مش هيستحملها. مش هيستحمل. محدش هيستحمل يعني. هو حظه حلو ان اداره الاهلي مش قفشه في بينالتي مثلا. مش قفشه. قفشه بتاع القضيه ممكن. ده انا بقول لهم على الهواء من يومين. ده يا جماعه ده انتوا المفروض القفشه ده
مغفور له اي حاجه قبل ما يبطل. خمس سنين. ليه؟ لان ماتش القضيه ممكن ده كان ماتش التاريخ للاهلي والزمالك اللي كسب، سيظل التاريخ يذكر ان الزمالك كسب زي ما بيذكر دلوقتي السوبر الافريقي بتاع الكابتن ايمن طبعا المنصور. طبعا طبعا لغايه النهارده اول لقاء جمع الاهلي والزمالك في افريقيا الزمالك كسب السوبر. حد ناسيه من 94 احنا في 2022 اهو التاريخ بيذكر. فالماتش ده جول قفشه خلى التاريخ يتجه ناحيه الاهلي. التاريخ يذكر زي ما هو عايز، انما الجمهور ليه حالي ما بيستحملش. اه جمهور بالذات اهلي، جمهور ما الزمالك جمهور نساي، جمهور جمهور نساي قدامه ليه اللقطه. لو انت عملت ايه بيفتكروا لك حاجه كويسه، بس غلطت زي ما سقفوا لك لا بيلوموا عليك. كابتن حازم امام كابتن نادي الزمالك في اخر بتاع خلاص قالوا خلاص كفايه يعني ما ما نسي كل حاجه. فالجمهور ليه اللي صعب جدا على حازم طبعا. فالجمهور ليه فاكر، انا فاكر صح فاكر لما عبد الواحد السيد واللعيبه لبسوا التلفريلا بتاعته حبوا يصلحوه او يرضوه بطل حازم امام. حازم امام فهو الجمهور ما بيستحملش، ما استحملش جمهور الزمالك ما استحملش. لا بص انا 88 ضيعت ضربه جزاء في بطوله افريقيا مع سطيف، وكان تاني اسبوع على طول كان عندنا السويس في الاستاد والماتش مش متذاع، 80,000 في الاستاد. اول ما نزلت اسخن 80 بيشتموك 80,000 والله وانا بسخن. فوقفت الفايتسا قلت له مش هقدر. يا راجل وانت كنت في التشكيل الاساسي؟ كنت بسخن. بتلاقي اصر انك تلعب. راح بعت لي احمد ماهر وخد ايدي. الله يرحمه كابتن احمد. الله يرحمه. ورحنا للجمهور برضه قدم. ثلاث دقائق بس، ثلاث دقائق انا فاكر، ورحت جايب جول. ال 80,000 بيسقفوا. بيغنوا لك. هي دي هو ده هو ده الجمهور. هو الجمهور وده الكوره. هو بيبني مواقفه على انفعالاته طبعا. ماتش بكره. قفشه لو جاب جون الجمهور هينسى ضربه الجزاء. طب انا فوجئت انه قفشه مش خد الكره واصر انه يلعب. ده انا فوجئت ان علي معلول اعتذر عشان برضو الكلام يبقى واضح صحيح، وانه كان حمدي فتحي بره الملعب ومحمد شريف في الترتيب كان غيره، والسوليه قال له العب انت، والسوليه قال له انا العبها انت فاعتذر هو كمان فلعبها. دي تخليني نقطتين بقى. اول نقطه، هل يمكن ان يتخلى اللاعب الكبير عن المسؤوليه لما تجيله؟ ازاي مسؤوليه اخر دقيقه؟ اللاعب الكبير من ضمن صفاته لانه كبير انه يتحكم في اعصابه، وانه وقت الظروف الصعبه يبقى هو اللي متصدر، زي امبابي امبارح ثلاث ركلات الجزاء في نص ساعه. شفت امبارح امبابي عمل ايه؟ في ربع ساعه ثلاث ضربات. انا قلت يا جماعه انبوبه. نفس احنا عندنا اللي بيشوط ضربه جزاء نقول له بلاش الثانيه يا نبي عشان هتحفظ الزاويه اعصابك مش عارف ايه. انا كتبت له على الفيسبوك ارحم يا انبوبه. دي انبوبه ما انبوبه بتنفجر، انبوبه عارف الانبوبه لما تنفجر؟ ده الواد ياخد الكوره بكل جساره ويحطها وحش ولا ويرجع ومستني اول ما الحكم يجري، اول ما الحكم يصفر ما بيديش حتى فرصه للجول لوريس انه يبص في عينيه او عشان انه عنده ثقه في نفسه ماشيه معاه يا كابتن في نفس الزاويه بنفس القوه بنفس البتاع. انت عارف ليه علي معلول والسليه على كلام حضرتك دوت خايفين يا كابتن؟ يا كابتن ما خايفين يضيعوها. من صفات القائد يا كابتن الشجاعه. القائد اللي ماشي معاه يا كابتن. مين اول ما ميسي مضيع ضربه جزاء في المونديال على فكره؟ مين اول واحد كسب مسك الكوره عشان يلعب في الارجنتين؟ ميسي. مين اول واحد مسك الكوره في فرنسا؟ امبابي. ميسي لو قفل الاستاد وروح حدش هيقول له حاجه. علي معلول لو ضيع هيروح تونس. انت مع المدرسه دي؟ لا هي القصه ان اللعيب انا شفتها بعيني. اللعيب بعد ما اخلص اقول لك موقف قدامي. اللعيب انا عارف الحاجات دي. اللعيب مهما كان كبير وارد يقول ان انا ايه انا مش بركز، انا حاسس ان انا مش هجيب يعني دي مش صبه. لكن هو طبعا اللعيبه بتكلم الموقف. ما انا بقول لحضرتك في اخر ثانيه. لا ما هي دي بتبقى يعني بتفرق من لعيب للتاني. هو المفروض لا انت كلاعب كبير ولعيب معروف انك بتشوط كويس يعني وبتاع خلاص لا ده انت الامر عليك المسؤوليه وخصوصا تحمل المسؤوليه وخصوصا ان انت بتصدر طاقه سلبيه للي بعديك. انت ما انت تيجي ان رقم واحد. انت علي معلول وقلقان. انا كده بعذر. انت السوليه وقلقان. كده بعذر قفشه اللي طلع قال كده. لا هو ما حدش ردي ولا انت عرفت من الكواليس؟ اصل دي لو حد طلع قالها من جوه لا يبقى ده هو اتغرم. انت طلع تغريمه ال 200,000 مش على القصه دي، ده طلع على الستوري اللي هو منزله على السوشيال ميديا. كاتب ايه بقى؟ ده ستوري اغنيه وعمال اغنيه وبتاع وكام ده احطها لنا يا جماعه احنا بنتكلم بعد الماتش. على الانستجرام ويلا ما اعرفش عارف انت الاغاني اللي هي بتاعت المهرجانات دي الشعبيات دي. وشالها الحقيقه لما الجمهور طبعا شاف الاغنيه. بس هي برضو اصل هو من ست شهور بعد ما خسروا البطوله راحوا سهروا في فرح. هي مش اول مره هو حسام حسن وفاكر وايمن اشرف كانوا كانوا بالظبط. هي دي مش اول مره. هو لازم اللعيب برضو يبقى عنده ثقافه ان ما تزعلش الجمهور. انت عملتها قبل كده
وخسرت كتير قوي من جمهور. انت شفت حلقه امبارح؟ ها؟ وعلى فكره امبارح برضه اتناقش فيها سيد معوض بنفس الطريقه بتاعتك. قال لك هاتوا لي حد استفاد صحيح من الكلام ده قبل كده في السوشيال ميديا لما حطه. صحيح. ان انت بتخش يعني تستفز مين او عايز تواجه مين او تقف لمين؟ للجمهور؟ او تقول ان انا مش هممني؟ يعني قصدك ايه؟ الجمهور؟ مفيش حد لعيب عمل كده مع الجمهور الا بس برافو اللي جه كتاف. اي حد طبعا اهلي زمالك طبعًا. وبصوا بقى يعني في تاريخنا احنا في الاعلام او الصحافه ما في لعيب مهما كان اسمه مهما كان حط دماغه بدماغه برافو اداره النادي الاهلي اديته غرامه. فانت لازم تبقى عندك انت دماغك ان انت مش قد الجمهور نمره واحد. انت اتنين غلطت قبل كده في الغلطه دي ما تكررهاش تاني وتالت. هو ايه اللي بيفرق؟ اللعيب ده لازم يبقى مين اللي حواليه؟ مين المؤسسه اللي ما هو صلاح فارق ليه؟ عشان مش بيفكر دماغه لوحده، عنده مؤسسه بيفكر بيها. انت عارف صلاح عنده يعمل حركه زي دي؟ لا 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 يا راجل. ده لما طلع وقت ما عملوا له القصه بتاعت 2018 كاس عالم وحطوا صورته على الطياره، فاكر عملت له مشاكل في الاعلانات بتاعته والشركات اللي هو متعاقد معاها وبتاع، كان بيطلع يتكلم حتى يوجه كلمه للجمهور المصري على السوشيال ميديا من الشركه اللي بتحرك اللي بتقول له طبعا كل يعني. وعنده جيم في البيت ما يعملش حاجه الا باتفاقات مع الناس المتخصصين، هو ده وعنده اخصائي نفسي بتاعه بتاعه هو، يعني بيدي له راتب له هو بس. كل حاجه زي ما انت بتقول كده صحيح. انت عارف ان هو الغرامه ال 200,000 جنيه كمان عشان اكتشفوا ايه غير الاغنيه؟ انه بيتمرن بره في جيم هم مانعين. يعني هو برضه حط نفسه عارف انت اللي اتصور عند المطار السري. يعني هو اتصور وهو مسرح التلفزيون. لا هو مفيش لعيبه بتدرس عارف انت وانت اخدت سيلفي راح تقابل موقف غلط فاخدت سيلفي في المكان عرفت الناس مكانك. لا ما هو بجد هو اتصور هم الاهلي عامل الاهلي اتصرف الاهلي والزمالك عاملين تعليمات مفيش حد يتمرن بره النادي عشان الاحمال والارهاق والاجهاد والارهاق، يبقى كلام مقنن لان في مدربين احمال موجودين ما يعرفش انت اتمرنت بره. لا هو في حركة زي دي لازم اقول له ان انت مهما رحت وجيت انت مهما كبرت صغير. لا لا مش صغير، انا مهما عليت مش فوق. لا هيروح صحيح. فين الجمهور ما يمكن يتغير ده ياما ياما نجوم وياما وياما وقال كده يا ذوق. لا ياما كتير. لا ما كبرت صغير يعني ايه؟ انت ما تكبرش على الجمهور بس. لا خالص. استاذ خضر قال لك كلمة حلوة قوي. قال اللي بيجي على الجمهور بيفرمه طبعا. فرومو لو طبعًا. هو مين طبعا اصل النجوميه بيصنعها مين؟ الجمهور. ما ان يصنع شيء يطفي طبعا في ثانيه. صح ولا غلط؟ في ثانيه. انت لو عملت ثانية. اي حاجه انت الوحيد اللي في ايدك تبوظها. ودلوقتي لازم قفشه يدرك ويفهم ان علاقته مع الجمهور دلوقتي على المحك. يعني كل حاجه باصين عليها مش الجمهور بس. ما انا بقول لك اداره النادي الأهم كمان الاهم والاخطر تعدي لك واحده واثنين لكن الجمهور انت اي حاجه. فانت اما تعمل عندك مشكله وعندك ازمه راح تعمل ستوري زي دي، طب وبعدين ما انت شلتها. انت بتقول هات لي حد استفاد. لا 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 عمره بموقف في في في, لا في, لا في لا الجمهور لا. عموما هنتكلم عن الماتشين بتوع بكره اهلي وزمالك، واحنا اتكلمنا كلام هادي ولطيف اهو زي الفل. ما انا ما شفتش برضو اي تقارير ولا اي حاجه. ما قال لك موكيت اهو. طب هيجيب ايه؟ هات الموكيت. طب ما هجيب لك الموكيت. موكيت الماكيت ده ولا الموكيت؟ الموكيت مش جاب لك لا 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 السجاده. طبعا بس بقول لك ايه، سرعه غير طبيعيه والله. ما هو ده النادي الاهلي بصراحه بكلمك بجد. ده النادي الاهلي حتى هم ما اعلنوش، وانا حتى انا اللي قلت يا جماعه مش منظر بدليل انه ما اعلنش، بس هو عايز بسرعه يعمل ويشتغل ويجيب ايراد. هو ما اعلنش غير لما بيفتح. طب انت رحت النادي الاهلي يا استاذ شبانه ولا ايه؟ انت شفت الماكيت فين؟ ليه علاقات وليه ناس اللي رحت النادي؟ انت ما انا شفت هو انت هو انت شفت الستوري الستوري وقفش بتاع عارف ان طبعا. طب انا هوريك الصور. اطلع فاصل يا جماعه عشان اوري الخضري الصور بتاعه الماكيت. فاصل سريع وارجع لكم تاني. هوريكم دلوقتي التصريح الجزء الخاص بينا بتاع انفانتينو اللي عمله فين يا جماعه؟ الراي كابتن عبد الجليل. لا الراجل ده شاف بعينه ويعني نفسه لان هو اتهاجم كتير قوي لما قطر اترشحت وخدت وقالوا وتحدى جامد قوي.
فالراجل عارف زي ما بقول ايه، انا انتصرت يعني. هو تهاجم كتير قوي عشان قطر، فهو بيتهيألي لا حاجه محترمه، وهو قطر ادتنا امل كبير قوي ان احنا نتقدم بعد كده نترشح وناخد حاجات كويسه. استاذ خضري، لا انا كنت حاسس ان الفنتينو هيتكلم عربي، انا فوجئت ان اتكلم انجليزي بجد يعني، من كتر ان هو خلاص تحس انه بقى واحد مننا ومنحاز لنا او منحاز للحق يعني. يعني لا يعني طبعا التصريح تصريح مهم جدا جدا وبيدي امل، وبيدي امل بس مع الامل. انت بتتكلم تصريح على لسان الرجل الذي يقود التصويت طبعا، فكون يقول مسج زي دي مهم جدا. عارف انت لما جالك هنا رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه في مصر وقابل سياده الرئيس وقال له احنا جاهزين ان احنا نساعد مصر ونسندها في تنظيم الدوره الاولمبيه 2034، لما شاف الانشاءات وفي العاصمه الاداريه والقريه الاولمبيه الرياضيه هناك وانبهر الراجل بالشغل بتاعنا. فلما بيطلع تصريح زي ده من المسؤول الاول فاكيد هو هيبقى صاحب يسند قوه في يسند الجامد طبعا، لان الناس اكيد هتسال وتحاول تستعلم من الرئيس حتى الدولي. يعني في دول كتير هتقول له طب انت رايك افضل ملف في اكيد إيه؟ اكيد طبعا. وهو برضه ليه خمسه سته حبايبه برضه بيميل عليه. لا اصل التصويت دلوقتي غير زمان، مش المكتب التنفيذي بقى، الكونجرس كله. كل الاعضاء اللي فوق فوق 200 كان الاول لغايه قطر، عشان مشكله قطر وامريكا والقصص وروسيا والكلام اللي حصل قبل كده وبلاتر والافلام الكتير دي والفساد وما فساد، فقالوا المجلس فبقاش ال 24 بتوع المكتب التنفيذي كان الاول كده، دلوقتي بقى الكونجرس كله يعني كل الجمعيه العموميه بتصوت، تدوس على زرار كده تقول كذا 211 واحد. فبقاش الموضوع ايه، تعرف الاول في ناس كانت تشتريه بقى هتشتري 211 واحد صعب. لا ما فيهاش هزار بقى، خلاص بقى الموضوع هيتكشف يعني. صحيح. فاعتقد دي 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 حاجه كويسه يعني. طبعا. استاذ خضره، والزمالك ماله؟ ماله ايه؟ ما زي ما بيكسب اهو زي الفل. ماله؟ وحشني اداؤه. والزمالك بيتعادل، الزمالك بيكسب. لا وحشني اداؤه. والله انت ما يعني القصه بقت ايه؟ يعني برضو طب تلعب كويس، تلعب كويس ولا تكسب؟ ولا تلعب كويس وتكسب، الناس عايزه ايه؟ الزمالك متعود على الزمالك يلعب كويس ويكسب. انا يمكن معاك هنا قلت لا مش عاجبني الاداء، طبعا طبعا مش عاجبني الاداء، بس دايما انت لما الفرقه بتكسب خلاص يعني انت عارف ايه، بتتغاضى عن حاجات كتير، لكن طبعا لا الاداء مشكله. السبب يعني هو الماتش اللي فات لعب ب 4-3-3 عادي، لعب المسلوسي باك رايت، لعب بنص ملعب في امام عاشور تحتيه روقه وعمر السيسي، لعب بثلاثه فراوده الجزيري ويوسف حسن وزيزو، الجزيري لعب على الطرف، بس هو لعب بالطريقه اللي تدي الطابع الهجومي والشغل بتاعه الطبيعي بقى، ما لعبش خمسه ورا مثلا. بس هي طريقه ما بتوصلكش للجون كتير برضه، مشكلته انت عد كده انت وصلت للجون ولا مره؟ ده مفيش غير الجون مره. طب ليه؟ مره هي بقول لك طريقه ده قصدي يعني الزمالك بيكسب يعني، خد بالك انت كسبان في اخر ثانيه يعني انت عارف المفاجاه من مره فاتت كابتن بيلعب 10، مين كان بيلعب 10؟ امام عاشور. يعني في حاجات بس انا وجهه نظري يا استاذ خضري برضو ان الفرق بقت قويه يعني، انت بتلعب بنك الاهلي عد اللعيبه اللي فيها الكويسه معاك طبعا كتير معاك الفيوتشر مع الاهلي عد اللعيبه بتاعت فيوتشر كلها لعيبه دوليه يعني مع يعني انت لو بصيت في الزمالك مثلا رؤى وعمرو سليم لعيبه كويس وده من حسن من حسن قصه اللي يقول لك اصل الشركات لا انا الفرق دي انا عجباني طبعا لا الفرق بتعمل اصل الكره امكانيات. النهارده يا كابتن في خمسه في المقدمه او سته من الاول للسادس فرق خمسه بونت. احنا ما كناش كده خالص، احنا كان بعد السادس سبع ماتش اهلي وزمالك في حته والباقي كله في فدي صعب حاجه صعب حاجه يكمل. ايجابيه صعب يكمل. فانا بقول لك الاجابه على السؤال ان طبعا تغييرات يعني مثلا ماتش بكره في تغييرات لا خد انا بشوف حاجات يعني مثلا يعني نيمار مش موجود فجاه ده هو كان ورقه يعني انا يعني كنت متوقع ان هو موجود بكره برضه مش موجود مش هيبدا ليه؟ ما تفهمش مع ان نيمار ده لسه بتكلم مع كابتن عبد الجليل لعيب لا لعيب كبير لا اقصد مش مصاب يعني لا خالص بيتمرن بس هو موجود خالص. في السكورو يعني موجود في ال 20 في القايمه في القايمه موجود قصد احمد في التشكيل يعني التشكيل مش في ال 20 يا باشا مش هيبدا بيه يعني ممكن طب هو السؤال يعني هو فجاه نيمار من اللعيبه اللي بتوصلك للجول بس يعني. هو مقتنع بالمسلوسي قوي وهو مش مقتنع بالمسلوسي يا كابتن بيلعب باك انت بتلعب النهارده بالجزيري طرف طب بتلعب بنيمار نيمار اقرب ده مكانه اصلا مكان مثلا عمر جابر بيلعب في الحته دي انا عارف هو عنده عمر جابر ناحيه اليمين
عنده المسلوسي ناحيه اليمين وعنده نيمار كباكات يا كابتن. كباكات قصدي دلوقتي انت عندك، انت عايز تلعب من فوق، قصدي من فوق ايه، انت اضطريت تلعب بالجزيري وينج ويوسف حسن براس حربه وزيزو قصاده الناحيه الثانيه، مع ان نيمار في الناشئين من فوق. طب هل طب ما انا كنت قاعد يوسف حسن والجزيري يلعب في مكانه عادي فيرويد والعب نيمار من فوق. بص ما هو الجزيري دي يلعب طرف، دي تاليف، ما انا مش فاهمها، ما عارف لو ما عنديش طرف، لا ما انت عندك نيمار طرف، انت عندك ده مهاجم، مهاجم تونس، مهاجم منتخب تونس بيلعب، ما لا مش بس تونس مهاجمك، لا الأول. يعني لا يعني لا يعني انا ايه، لا فيرود باشا قبل ما يمشي يروح منتخب تونس مكان مهاجم الزمالك الاول، فيرود من اهم لعيبه الزمالك الموسم اللي فات. فالحاجات دي، الحاجات دي مقصره، لكن الراجل العلاقه كويسه، والراجل والمكسب، المكسب بيجيب مكسب، واخد بالك؟ يعني انت اللي حصل ده ان الاهلي الزمالك يكسب في بقول لك ايه، بس ده سيناريو مش هيتكرر. ليه؟ هقول لك يعني انت النهارده هجمه في الماتش ليه؟ ما هو وفي غفله دفاعيه، خلي بالك البنك، خلي بالك وسرو من شيكابالا لزيزو بشماله وبيلعب دامر سنيد على يمينه فعملها بشماله، ويطلع واحد زي يوسف في سنه ده في اخر ثانيه حته حلو وبدماغه بالدقه دي وبالقوه دي، فده حاجه بصراحه. ما انا بقول ايه، هو صح انت بتتكلم ان مش هينفع تمشي الطريق بالطريقه دي كل مره، لكن انت ما دام ما بتكسب خلاص انت بتكسب، انت عارف هي انت بتقف انت ما يحصل اي دروب، لكن ما حصل في الاهلي الدروب نفس المعادله. ايوه الاهلي اخر ثلاث ماتشات كان بيكسب، يعني كسب طلائع الجيش، كسب حادثة سكندري لو تفتكر، تمام، كسب المقاولين بركلات الترجيح في ماتش الكاس، الاداء وحش وحش وحش، وصل لاتعادل مع الفيوتشر، يعني في الاخر دفع نتيجه ان الاداء وحش وحش يعني لعب 25 30 دقيقه ولا نص ساعه. لا الزمالك اوريدي، ما هو الزمالك اوريدي تعادل، يعني الزمالك اوريدي تعادل، ما انا قصدي كده ان الاداء يقلق، حتى لو بتكسب برضه يقلقك ان الاداء يقلق. خد بالك ان العبقريه زياده بتاعت فييرا ممكن تقلب، يعني شوف انت التغييرات الكتيره اللي في الملعب دي بتبقى ساعات عبقريه زياده. لا انا اتبسطت انه رجع يا كابتن للطريقه بتاعته 4 3 3 اوكي، بس توظيف اللعيبه خد بالك، من ساعة ما جه ما بيلعبهاش وبيلعب خمسة، لأن كان عنده نقص في. بص كابتن عبد الجليل قال نقطة مهمة، نقطة مهمة جدا كابتن عبد الجليل بيقولها، التغييرات كتير، يعني برضو يعني أنا أتمنى اللي إحنا اتعلمناه أو عرفناه، أنت بتنهي التشكيل أنت بني بتبدأ بيه، برضو بكرة تحس إن برضو هو لازم كل ماتش حد يتغير، فأتمنى الزمالك لو ثبت في التشكيل ماتش تثبيت التشكيل طبعا مهم أوي طبعا أوي طبعا، لكن بالذات في الدوري المصري طبعا. طب انا يعني توقعاتك انه بكره الزمالك ماتشه الى حد ما قدام حرس الحدود المفترض، رغم ان حرس الحدود فريق مجتهد الحقيقه، مجتهد وبدلك بس جدا يعني، وانا شفت له كام ماتش يعني برضو النتائج غير الاداء الفني بصراحه، يعني اداء الفني يا استاذ شبانه على عيني وراسي، الناس اللي بتدافع دي يعني بشوف ناس بترص 70 واحد ورا وبعدين برضو بيتغلب قصدك ما تفتح وتهاجم بقى، ما يعني ناس هتقول لي ما انت كنت ماسك السنه اللي قبل اللي فاتت دي المقاصه وفتحت واتغلبت، بس جبت في 8 ماتشات جبت حوالي 10 تجوان، دخل فيها جوان، لما فرقه تلعب 6-7 ماتشات وتجيب جون واحد حاجه تضايق، عشان كده اللي بيقوله كابتن عبد الجليل، كل التحيه للكابتن ايمن الرماطي النهارده بيلعب، برافو عليه، مع بيراميدز فين ده، هنا في الدفاع الجوي ولا خايف، لا خسر 2-1 ومش خايف وبيلعب وفتح الجيم خالص، مش راس اللعيب ورا، واللي احسنني بقى يعني خد بالك المد، لو ماتش مد 5 دقايق كمان كان ممكن يتعادل. اللي احزنني بقى اللي احزنني يا جماعه سيراميكا. ايه استوديو التحليل اللي بعديها الناس تقول لك ايه، هو انت ما تلعب على قدك، انت بتفتح الجيم ليه، هو احنا عايزين نرص يا جماعه، يعني عايزين مدربين يجي يرص لي اللعيبه، لا طب ما انت راجل يبقى عندك الجراءه زي ما انت قلت، لو الماتش يتعادل وعنده الجراءه وبيلعب مع بيراميدز ليه، خسران وبيلعب 5 ده خسران 2-1 مع بيراميدز، ايه المشكله يعني، النهارده بتفرج على عشان اقول له انت فاتح ليه، انت مش خسران قصه حاجه العقيمه دي، انك بتفرص اللعيبه وتلعب على المرتده، اي حد عارف في جزء من فلسفه المدربين ان هو بيحاول اللعيبه انه يستمتع بالاداء. طبعا حسن شحاته طبعا، الله ينور يعني حسن شحاته، حتى لو انت خسرت ماتش 2 بس انت بمرور الوقت يا شعبانه، انت قلت كلمه انا معلش انا اسف انا بقطع كتير، بس لا يا كانت المحاضره كابتن حسن شحاته للعيبه استمتع، اللي بيقوله استمتع استمتع ماتش البرازيل تحديدا كده استمتع عيش، فاللعيبه بتنزل غير خطط، مش كده مش استمتع وبس، في خطه وفي وفي وفي، بس ما تبقاش متلجم وقلقان اكتر من اللازم، بتلعب البرازيل فتبقى قلقان، لا اشتغلت. النهارده انا بتفرج على سموحه او الاتحاد، في هجمه للاتحاد سموحه بتقابل من قدام القوس بتاع ال 18 بتاعهم، الفرويد واقف قدامهم مش تلتين وخسران 2 كان لسه 0-0
طب انت سموحة تدافع ب 11 لعيب تقصد 11 ده 11 ولو الاحتياط كمان هينزل يقف. انا في هجمه لقيت سبعه مترصصين كده بخط واحد واتنين قدامهم والفرود واقف على خط ال 18. لا هيجي فيه الجون هيجي فيه الجون وجي فيه جونين فعلا. فالطريقه دي لا يعني خسر 2-0 2-0 الجولين في اخر ربع ساعه. ما هي انا بقول لحضرتك فضل يقفل طريق طارق العشري يفضل كده 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 وعلى امل هجمه مرتده. طب افرض ما جاتش المرتده. لا النهارده زي ما حضرتك بتقول اسوان لا عماد فتحي رايح والولد بالحج ده رايح لا بتحسسك ان الفرقه ما تخ... يعني العب العب بيجي فيها جون غلطات لان الكواليتي هنا. ده النهارده قال الاحتياطي بتاع بيراميدز فرقه كامله. لا بيراميدز عبد الله واحمد فتحي وفخر الدين بن يوسف ايه ده؟ خمسة ستة وخسران منهم 2-1 محمد حمدي خسران 2-1 ده بيراميدز ممكن يلعب مع الاهلي يخسر 2-1 يلعب مع الزمالك يخسر 2-1 لا والماتش اللي قبليه اصل مش من الصدفه بالرمادي تحيه ليه. لا ده اربع ماتشات قبليها سيراميكا كان مغلوب 4 ماتشات كسبان 2-2 وخسران 2 خسران 2 ايه سيراميكا كان عامل ريمونتادا ده تعادل 2 هي 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 كسبان 2 اربع ماتشات كسبان 2 وخسران 2 الاثنين جاب كام بونت اللي خسرهم؟ لا هو كسبان 2 وخسران 2 في الاربع ماتشات كام؟ 6 بونت 6 بونت اتعادل الاربع ماتشات هياخد 4 بونت برافو عليك والله ايوه عشان تلم الثلاثة بونت تعادل الثلاث ماتشات ما تلعب يا عم العب اكسب ماتش واخسر ماتش داخلية زي دي الداخلية انا بحب رضا شحاتة والعب تاني داخلية بقاله ماتشين بيتعادل 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 طب وبعدين؟ ما انت مش هتلم انت لاعب اربع معاك ثلاثة بونت باين ولا اربعة يعني بس انا مش فاهم سيراميكا هقول لك الدور الثاني احمد بيحفظ طريقه لعب معينه وزي ما عمل مع سموحه هو كان مع سموحه ما كانش فايق في الاول هو تاني سنه كسر الدنيا بسموحه بس خد بالك كابتن احمد سامي من الدور الثاني الموسم اللي فات يعني مش جاي من اول موسم ده جاب لعيبه جديده هو طبعا غير لعيبه كتير جاب لعيبه جاب فوق العشرة بس طبعًا. اسماء ياخدها اسماء طبعًا. طبعا طبعا بس عشان يأقلمهم مع بعض ويشربهم طريقه احمد هو فين صلاح محسن هو راح سيراميكا فين صلاح محسن سؤال مهم بتجيب حاجات غريبه انت والله انا نسيت انا انت نسيت فين يا والنبي يا جماعه الناس على السوشيال تحط لي انت فين يا صلاح محسن فين يا صلاح انت فين يا هميس احنا اسفين يا صلاح فاكر انت ربنا يجيب الناس مسكت الاهلي لما كان هيسيب صلاح محسن فين صلاح محسن يعني هو اللعيب النهارده اللي هو كان خارج من مش عايز يمشي و ومش ماشي وتمشوني ببلاش مش فاكر انت الفيلم العظيم اللي اتعمل ده فاكر فين صلاح محسن صحيح والله حلو انا عمال افكر ما هي دي يا استاذ شبانه ما هي دي عظه للي موجودين دلوقتي في الاهلي لا مش قصه كذا واحد اللي هو ايه انا متداري فالحمد لله لا فين طموحك يا كابتن مفيش طموح يا باشا فين اصرارك يا كابتن محمود حماده ما انضم من فاركو للمنتخب بيلعب اساسي لعب ماتش بلجيكا في الكويت مع محمد صلاح محمود حماده اللي جاي يعني من فاركو صح كان عندنا في المقص صح ولا غلط طبعا لا يقصد ان هو اصر واشتغل وتعب واجتهد وظهر ومدير فني شاف واعجب بيه ضمه فالواد اجتهد بقى اساسا يا كابتن جنب النني وحمدي فتحي صحيح وانا اقول لحضرتك ولا جنب طارق حامد النني هو طارق حامد. الفرق بين حماده مثلا مع واحد زي محمود حماده انا باخد نموذج مع ما هو ده نموذج كويس تقريبا من فاركو انا اقصد انت مش اهلي وزمالك يعني انت فاركو ما هوش اهلي وزمالك خلاص الناس فاكره ان هو لا ده انت راجل جيت الولد من محمود جعان لسه بكلمك بجد مش جعان فلوس صلاح محسن عمل حاجه عشان يشبع ولا يجوع لا ازاي هقول لحضرتك على حاجه ده 24 سنه هو صلاح محسن لسه لا صلاح وهو قاعد على الدكه في الاهلي بيجي صورته صلاح محسن صلاح وهو قاعد على الدكه ما هي دي برضه تجنن يا كابتن ما بيلعبش جوع وشبع 24 سنه يا كابتن هو دلوقتي لما طلع من النادي الاهلي اديك انت بتقول هو فين؟ فين وهو في النادي الاهلي ما انا فاكر وهو في النادي الاهلي موجود 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 فهو افتكر اللي حتى اللي موجودين في النادي الاهلي دلوقتي اللعيبه هو فين يعني موجودين صحيح. دلوقتي لو طلعوا من النادي الاهلي لا هي قصه مش كده يعني انا النهارده اتفرجت على مروان انت لعيب مروان محسن النهارده وانت في الاهلي بيلعب لا ما بيلعبش لا اصلا هلعب اصلا بيتكلم عليك كتير طب وبعدين اديك رحت اختفيت مروان انت رحت فين خد بالك انت ما رحتش بقى زمالك فعندك حجه ان الزمالك بقى لعيبه كبيره برضو وجمهور ده انت رحت نادي طموح ومعاك ناس كتير لعيبه كويسه جدا فدي فرصه انك تنطلق هو شادي حسين راح للاهلي من مش من سيراميكا ففرصه تثبت ان الناس اللي في الاهلي يا عم ما بتفهمش لما مشوك اثبت
يعني اللي بيعجبني احمد ياسر بيعافر بيحاول بيكافح عايز يثبت نفسه تاني. يا معافر يا معافر. لا احمد ياسر لما كانش يمشي من الاهلي يا كابتن. لا ما يمشيش طبعا ما يمشيش. لا 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 طبعا لا ابن النادي وصغير. طب اذا حطينا حسام حسن وشادي محمد شريف وشادي حسين احمد ياسر يلعب على دول؟ يلعب هو وشادي. حسام حسن انا بقول لهم طلعوه اعاره كفايه عشان نكسب فيرويد. طب الراجل شد حيله رفضت قالت لك مش هيمشي. ليه مش هيمشي في يناير؟ مصطفى ميسي انا سامعك بتقول ما يمشيش. هو مصطفى ميسي وزياد طارق قالك ما عندناش اصلا يعني مفيش كواليتي لعيبه نجيبهم افضل من دول في الدوري. اوكي حقيقي. خلي زياد طارق حاليا اهو ابن النادي وابننا ويلعب. مصطفى انت جاي وديه اعاره سنه يلعب ويظهر وابنك وهتجيبه تاني. هم قالك ان احنا محتاجين لعيبه في افريقيا وكاس عالم. يعني هو مصطفى ميسي ده 2003 ولا 2002 يعني ميسي خد كاس يعني عالم خلاص. مصطفى ميسي انا لازم اختم. كابتن ايهاب جلال تدريبه لفاركو في صالح الاهلي هيحرق نفسه. ايهاب هيحرق نفسه ولازم يفكر 1000 مره. خلاص هو مرن ما انا عارف بس ربنا يسترها معاه ويركز بقى شويه. ليه صوره حتى مع نونو الميدا في لا يركز شويه ويسيبه من الوكيل اللي ماشي معاه ده بجد لان قعد يومين في المنتخب ومشي. قعد يومين في المصر 10 ايام وثلاث جولات في المصر. انا انت عارف اخر سنه ونص مجازيه يعني. اقول لك على حاجه اخر سنه ونص كابتن ايهاب جلال اسماعيلي دور تاني بيراميدز 4 أشهر او 5 أشهر. انا بقول لك هيحرق نفسه. منتخب مصر 10 ايام المصري ثلاث جولات ثم فاركو تمام. سنه ونص تمام بسرعه كده. ايه ذنب ايهاب جلال فيهم؟ لا انا مش بقول ما انا بقول لا يعني هو مش ماسك. انا عارف ان هو في الاخر زي ما كابتن عبد الجليل بيقول كده ممكن يحرق نفسه طبعا. بس في الاخر تلاقي ظروفه ما فيش حد يمسك منتخب اسبوعين مش غير بيضطر. جماهير المصري كلنا طبعا عارفين الظروف اللي حصلت طبعا. وناس عماله تشتمه ويضطر اقاله. والاسماعيلي لكن كانت انا صعبة. انا شايف ان ايهاب جلال من افضل. والاسماعيلي كانت الظروف صعبه وبيراميدز هو طالب للمنتخب هو بيمرن بيراميدز فيعني هو مجبر. هو مجبر هو هيقرف الاهلي بس مجبر. انا قصدي ك ك ك ك لا بس فاركو هيفتح الملعب. الميدا بيخنق اي فرقه. لا لا الميدا بيخنق. الميدا تقول لي بقى تقول لي بقى طارق العاشر لا 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 ده كان ممل بس في الظروف اللي فاركو فيها انا بشجعه. طب الكابتن ايهاب جلال لو فتح الملعب قدام الاهلي لا هيشيل ثلاثه. وانت توقعاتك ايه؟ لا ما لا لو فتح الملعب يبقى نرجع لطريقه الكابتن ايهاب. ايوه طريقته لما يكون معاه كواليتي. قال لك انت كنت تسيبه الميدا الماتش الاخر. لا مش كده. لا 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 يعني جايين يا كابتن عبد الجليل. لا وبعدين يا عم افتح. انا عارف بس اقول لك على حاجه افتح بعد الماتش. بس ايهاب مش سهل. لا ما انا بقول مدرب كويس. مدرب كويس طبعا. رخم في الملعب بس اول ماتش مع المصري خسر 3 من سيراميكا. لا هو في المصري عشان جاب لعيبه وحشه. لا جاب لعيبه مبطله. انا بقول لك على ما اللعيبه اقصد تحفظ من الوكيل بتاعه اللي ماشي طيب معاه اللي عمال يلبسه في اللعيبه دي. ده بقاله معاه لعيبه بقى لها 10 سنين جدد. والله العظيم كابتن عبد الجليل شرفتنا والله. شكرا 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 جزيلا. النهارده سخنا لك. ايوه كده استاذ احمد القدري شكرا شرفتنا ونورتنا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.